اليوم نكمل البروغرامينغ كونسبتس اخر محاضره فيها من المحاضرات الاخيره في البروجرام بلانينغ، كيف نعمل بروجرام. الايديا هو كيف نعمل البروجرام. اول شيء بدي البروبلم ستيت، لازم اعرف شو اللي بدي اعمل. افترض انه بدي اعمل برنامج ل زي طلبات، دايما شو البرنامج طلبات، بتعرف بالضبط ايش بدي اياه. بدي في مطاعم تقدم خدمات، شو اسم المطعم، شو عنوان المطعم، شو مكان، شو المنيو تبعه. بدي شيء لوكيشن له علاقه باللوكيشن، لازم يكون بقدر اعرف اللوكيشن المتحرك. وبدي ناس بتقدم الخدمه اللي تتواصل مع الزبائن، واللي بيقدم الخدمه يتواصل مع المطاعم. هذا بشكل عام، يعني حطيت الخط العريض للبروبلم ستيتمنت، بعدين ببلش احط ريكوايرمنتس. فال الاسامبشنز بدك تحط بعض الافتراضيات، مثل بعض الافتراضات بدك تحط انه هل يا ترى المطاعم تقبل انه حدا يقدم الخدمه من خلالهم. هذا واحد. اثنين، هل الدوله اللي بتشتغل فيها بتسمح بهيك شيء، زي اوبر مثلا لما العمل جيني وكريم وغيره، الدول اللي تسكرتهم دفعتهم ضرائب كثير وغرامات، فبدي اعرف الاسامبشنز تبعي مسموح ولا مش مسموح. النون انفورميشن هيلبس الكمبيوتر تو سولف بروبلمز. الكمبيوتر بدي معلومات، بدي معلومات بالضبط دقيقه مشان اقدر اتصرف. بعدين بدي اشوف الفاريبلز والكونستانت، شو الاشياء الثابته والاشياء المتغيره. هذا كله عشان اقدر اعمل البرنامج تبعي بشكل صحيح. يعني قبل ما اتحرك باي شيء، يعني في شيء بعدين في عندي الجوريزمز، خوارزميات. الخوارزميات هذه بتبين كيفيه حل المساله. افترض انه في مساله رياضيه معقده، هاي المساله الرياضيه المعقده لو اشتغلها بالشغل الطبيعي ممكن تاخذ وقت غير متناهي، تاخذ وقت فرضا بسموه اكسبوننشال تايم، شيء عالي جدا. هل في خوارزميه بتسرع لي بالكمبيوتيشن ولا ما فيش خوارزميه للميثاق؟ بعرفش. انا بسالك مساله، بسال اي حد ثاني وين الالجوريثمز. الالجوريثم الخوارزميه اللي بتستخدمها لحل المشكله. وعاده يعني زي مثلا خوارزميه، خلينا نجيب مثلا، بدي ارجع على اوبر او على طلبه، على 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 طلبه. الخوارزميه تبعته لما اجي اطلب انا بدي مثلا شاورما، في عنده خوارزميه هو من اللي بيقدموا خدمات الشاورما. مين السائل بيجي بيقول انه اخر واحد من تحت اللي ما قدم خدمه ما طلبت منه له اولويه. مثلا الاولويه للي صار له مثلا ساعتين او ثلاثه ما حدا ما طلب منه، او الاولويه للتوب ريتد اللي عنده مثلا 5 نجوم، او الاولويه للمكان القريب. افترض انه انا موجود في شارع الجامعه عند دوار المسيح، اقرب واحد ضمن نص كيلومتر، في 5 بقدم، هذول 5 لهم اولويه. هذا خوارزميه. بس هاي الخوارزميه انت بدك تشوف مين بدك تخدم الاول، مين بدك تخدم اسرع. عندك مثلا اجوا 10 طلبات في نفس الوقت، لمين اودي بالاول، انا والثاني والثالث والرابع. فبدك تشوف انت هذا الخوارزمية اللي بدك تتبعها وتحطها في البرنامج. يعني ببطل انا في وقت الشغل اجي اختار وين اروح، على اي مطعم، مطعم ابو عثمان مثلا، مين اخدم بالاول، اللي طلب بالاول ولا اللي طلب كثير بيستمر عاده، فبدي احافظ عليه كزبون. هذا الالجوريثم، هذا خوارزمية. بعدين I will start to code the steps to solve the problem manually بالاول، بشوف كيف بدي احلها على الورق، وبشوف انا الاوبتمايزيشن تبعتها، وكيف الانفورميشن اللي عندي انفورميشن مثلا كم زبون عندي بالطلب. فرضا عندي 5000 على التليفون تبعي هذول طلبوا مني، بعتبرهم هذول زباين لي. هاي معلومه مين اسرع واحد من المطاعم اللي بيخدم الخدمه. معلومه ثانيه، مين اكثر واحد عنده سياره نظيفه مثلا في اوبر او جيني او كريم او غيره. هذه كل معلومات بنستعملها احنا. بعدين كمان الالجوريثم والتايب اوف سولوشن، رجع على الالجوريثم واكسبريسنج الالجوريثم خلال اما فلو تشارت
او سودو كود. الالجوريثم بدي احطه بلغه قريبه من لغه الكمبيوتر. الاول باجي بحط على الورق، انا بقول مين بدي اخدم من الاول، اي مطعم بدي اجيب له، بعدين ضمن الراديوس المسافه نص القطر نص كيلو ولا كيلو ولا 2 كيلو بحطه على الورق، بعدين برجع بحطه على شكل فلوتشارت. الفلوتشارت والسودو كود اللي هو بسميها انا لغه وسيطه، لغه وسيطه بيني وبين الكمبيوتر. يعني انا بفهم انت بتفهم تفهم علي لما اقول لك مين بدي اخدم من الاول انا، او بالشوارع بلاش عندك الشوارع المكسره والزفت الدنيا والعالم، يجي البلديه تقول بدنا الجوريثم، بدنا خوارزميه مشان نشتغل، بتجمع الانفورميشن كلها، بتشوف وين الشوارع المكسره اكثر، وين الاقل، وين الابعد، وين الاقرب، مين اللي عليه زحمه اكثر، مين عليه زحمه اقل، مين بتستهلك فلوس اكثر، مين بتستهلك فلوس اقل. كل هاي الانفورميشن نستخدمها بنحولها لفلوتشارت، بطل تصير كلام الي انا، الحكي اللي حكيته هسه بتحوله لفلوتشارت. والفلوتشارت هذا بيجي له اشكال مختلفه، وهو رموز معروفه عندنا احنا من اهل الصنعه. مثلا هذا الرمز معناها في الاخر سطوع، اخر شيء بحطه بالفلوتشارت هذا سطوع، هذا اللي هو المدخل اللي بدخل فيه معلومات، اذا بدي معلومات من برا بنحطه بشكل هذا زي المعيار. هذا بروسيسنج، انه في شيء هون بدي اعمل، بدي احسب، اجمع، اطرح، اقسم واطلع رقم. هذا خيارات ديسيجن، بجيب مثلا ديسيجن يس اور نو، اروح على اليمين ولا اروح على اليسار ولا شو اعمل ولا الف وارجع لورا. هذا اون بيج كونكتر، هذا بيكون بحطه بالشكل هذا، بدي اعمل كونكشن بينه وبين فلو تشارت ثاني. يعني في عندي بدي اطلع من الفلو تشارت هذا واروح لمحل ثاني، فبستعمل هذا الدائره. وين ذير از اي نيد تو كوركت اور تو كونكت ديفرنت فلو تشارت، انا عندي فلوتشارت واحد، فلوتشارت اثنين، ثلاثة، بالبروغرامينج لانجويجز زي الكلاسز هاي بتصير. يعني انا بشتغل هون، بعدين بدي واحد يحسب لي شغله، بروح بنادي كلاس، والكلاس هذاك في له الفلوتشارت تاعه، نفس الموضوع. ايش هذا كمان؟ هذا الاوف بيج كونكتر، هذا كونكتر لمحل ثاني، محل غير في بيج ثاني. افترض انه انا عامل فلوتشارت على بيج، عندي تو فلوتشارت، بيج 2 بيج 3 بيج 4، كل واحد عليه عدة فلوتشارتس للأفضل. هذا كونكتر بالرقم. هذا الأخير هذا يكون بسموه بري ديفايند بروسيس أو فانكشن، في شيء معمول جاهز، يعني ما بدي أبلش فيه، أنا مش عايز الفلوتشارت، بس بروح أعمل له كونكشن لما كان في حدا مشتغله قبل. هذا اللي هي الاشياء اللي بيستعملها بالفلوتشارت. الان الطريقه اللي بتستعمل فيه، لو حطوا فلوتشارت في قبل المره صح؟ بالسي بلس بلس ولا الكورس الثاني؟ انا اخذته من داتا ساينس. داتا ساينس اوكي. انا مثلا زي هاي ستارت، مثلا بلشت ستارت، بدي ريد اي، هذا اللي حكينا، بدي انا معلومات من برا، اقرا لي بي بعدين اجمعهم، او بدون ما تجمعهم، اف اي اكبر من بي اعمل لي هيك مثلا برنت، اذا اقل برنت بي. هذا اللي هو البروسيسور. كيف بروسيسور؟ ايه هذا البروس، هذا الخيار، هذا الديسيجن، وهذا البروسيسور، اعمل لي برنت بي وهذا برنت اي. هذا مشان اي او، هذا input output، هذا input input، هذا output. مثلاً لو بدي أعمل اجمع لي مثلاً هون إذا a أكبر من b، أعمل لي a minus b. لو كنت بدي أعمل process هون، يعني اطرح الأصغر من الأكبر، إذا a أكبر من b بدي أقول له مثلاً أعمل لي a minus b. إذا هون b a أصغر من b بقول له b minus a، طرح لي b minus a، هذا بصير process. وبعدين بقول له برنت،
يعني كان يمكن اعملها هيك انا. بقول له اذا البي اكبر روح اعمل لي سبتراكت واعطيني البي، وهون اعمل لي سبتراكت اي ماينس بي واعطيني البي. هذا بيكون انا عملت البروسيس بعدين هون الاي. يعني اذا بدي اعمل زي هيك بحط المستطيل، بدي اروح على البرنت على طول بروح على هذا على طول على الشكل بحط البروسيس. هذا بيكون فوتر بسيط جدا، طبعا يمكن يكون فوتر معقد اكثر من هيك. الطريقه الثانيه اللي حكيت سويها سودو كود، هاي البي لا تنفصل، بي سودو كود. سودو كود زي الكود، يعني كان بدي احكيها انا هيك زي الكود مش كود مش بوم، هاي زي السود مثل الكود. اتس نوت ا كود، يعني الكمبيوتر ما بيقدر يترجمها يعملها اكسكيوشن. المره الماضيه كنا نحكي احنا لما اكتب البرنامج انا بروح بعمل له كومبايل، كومبايل بطلع لي الدوت اي اكس اي فايل وبروح على البرنامج على الكمبيوتر بشغله. الفلو تشارت والسودو كود ما بيعمل، الكمبيوتر بتطلع عليه بقول لك شو هذا بفهموش، بقدرش اعمل له كومبايليشن. بس اللي بده برمج اللي بده يكتب الكود النهائي بيقدر يترجم السودو كود لبرنامج كمبيوتر almost like this in no time، لأني قاعد بحكي معه كيف يبرمج، يعني كيف أحول الستيتمنت هاي لبرنامج. فـ it's defined as a step by step description of an algorithm في لغة قريبة جدا من الكود، بس مش كود زي الكود، هاي بنسميه سودو كود. Use the simple English language text، استعمل اللغة الإنجليزية أو العربية طبعا لو كنا إحنا مع الشعوب والعالم اللي بيشتغل كان بنعملها بالعربي. هسا العالم كله سودو كود، هذا بتطلبه بالانجليزي، ليش بنتعلم انجليزي بالجامعه؟ لانه الكمبيوتر ما بفهمش هذا. لما ما فيش برنامج تطلبه باللغه العربيه، برنامج جافا تيجي تقول له مثلا الرئيسي بدل مين وافتح بوس، تقول له اكتب بدل كلاس ترجمها لصف مثلا، هذا صف في هيك شيء؟ ما في. ليش؟ لانه احنا مساكين، احنا ما بلشناش البلشي هاي من زمان، احنا بنخليها اصحاب العم سام وغيره هم اللي يعني اللي بيشتغل الشغل هذا هو الذي يملك العادة. التكنولوجيا على اساس التكنولوجيا، يو كانت بروجرام ان يور لانجوج، ولا باللغه الفرنسيه تكتب برامج، ولا بالعبريه تكتب برامج، ولا كل هذا الحكي في النهايه يبين لك من الذي يملك زمام الامور. احنا مطبقين. فايف يو هيومن انستد as it is instead for human understanding. أنا بدي أعدلها for English speaking وبعدين كمل human understanding مش أي human understanding. يعني إذا بتفهم العربي وتعرفش إنجليزي you cannot do that. لذلك مضطرين احنا نتعلم انجليزي كويس، تعلم يعني تعلم 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 مشان نكتب كود انجليزي. فالاكزامبل مثلا باجي بقول له find the largest of two numbers، لاحظ بس هاي find the largest of two numbers A and B، بدي الاقي الكمبيوتر بدي الاقي الطريقه اللي هي تعمل كومباريزن. بس بالجافا وبالسي بلس بلس هاي بتكتب هاي F A larger than B then print A then print A else print B. مضبوط. هذه statement find the largest of two numbers A and B وبعدين طبعا بقول له print. هذا print مش حاطه هون اللي هو A and B. هذا سودو يعني قريب جدا من الكود. في برامج اللي هي الان اللي حطها كان عنه بال 5th generation languages واللي اعطيني سودو كود انت وانا بترجم لك اياه ل سي بلس بلس او سي او جافا اللي بدك اياه. اي كان دو ذات. بقول لك هذا هي مثلا نفس المثال
بقول له ستارت ريد نمبر اي بقول له بعدين ريد نمبر بي بعدين بقول له اف اي اكبر من بي برنت اي او بقول له كومبير كومبير اي اند بي اند برنت ذا جريتر برنت ذا لارجر كومبير اي اند بي يوزنج جريتر ذان اوبريشن ولا else print b. هذا else it's not pseudo code. يعني هذه اللهم إلا إنه كلمة print يمكن ما تكونش في بعض اللغات فيها print. بعضها print f. بعضها output أو c out. أو c فإنهم مختلفين. فهي هذه يعني difficult to say pseudo code. يعني لو أجي وحطك إياها else print b وسيمايكولون بقول لك هذه أو أشياء زيها which of these is pseudo code بقول لك هذه pseudo code هاي pseudo code هاي I will skip it بس لأنك حاطينا بالطريقة هاي ماشي بحال ماشية pseudo code وكلمة stop كمان we can skip it عادة باللانجوجز نحط end أو تحط break أو تحط الكيرلي براكتس على الأخير أو exit بعدين هون output largest number largest between A and B هذا سودو كود سودو كود يعني حقيقة الزمان ما شفت حدا في اللي بيشتغل languages وprogramming بروح للسودو كود يعني صار إسعيات الموضوع بنحط requirements وspecifications اللي هي بتصف زي الفلوتشارت تصف اللي بدك اياه انت بالضبط بعدين بتحول للمبرمج المبرمج بدل ما يشتغل السودو بعدين يروح على الماشين كود يروح على قصدي على البروجرامينج لانجوج لا يروح على اللانجوج مباشره هذا استعماله قليل الاستعمال الاكثر اللي بده يعمل سودو كود الان المفروض انه يكون في عنده مترجم اللي ترجم من سودو كود لهاي ليفل لانجوج لبايثون لجافا لسي بلس بلس هذيك الساعة بريح حالي يعني بدل ما اروح على البروجرامينج لانجوج بكتب سودو كود لانه اريح هذا اقرب لي من الان هاي مثلا هذا السورس كود هسه بنترجم بدك ترجم السودو كود للسورس كود أو الـ Actual Code باستخدام C++ Program to Find Largest نفس الإسرائيات ونقدر نقارن نشوف وين السودو كود وأنا طبعاً هاي الأشياء اللي هي Clear Screen بشكل يكون تبلش بسكرين فاضي لما يطبع ما يكونش عندك سكرين على السكرين عليه Garbage وتطبع فوقيه والمهيرة لأنك شيء هذا كبير بعدين بتعرف الـ Integers الـ A والـ B والـ Largest Largest هذا Variable لسه بعرفوش مين الـ Largest والـ A اللي بدي اعمله input والـ B اللي بدي اعمله input بس شو هذا؟ هذا عبارة عن integer يعني integer تعرف الفرق بين الـ integer والـ integer صح؟ الـ double ايش هو؟ الـ double او float الـ integer والـ double او float اللي هو او real في بعض البروجرامز يعني بيقول له 55 هذا integer اذا بقول لك انت علامتك مثلا 23.35 هذا floating point يعني هاي في نقطة تتحرك يمين يسار نسميها هنا فيها fraction فيها كسر decimal كله decimal هو decimal اللي هو مش بايلي أما هو هذا بدي أعرفه وأحيانا بدي أكتب text يعني افترض إنه بدي أكتب بالprint وين راح مال print هاي largest of the two number is okay هاي largest of the two number is دبل كوتيشن شو حكيت انا؟ لا بدي ادخل اصلا هاي بقول له اوت اللي هي اللارجست مثلا او بقول له لارج هيك هاي بسميها تكست هاي بدل انتجر او هيك تكست او كار كاركتر او سترينج هون التايبس هذا طيب يعني شو نوعية الداتا اللي بدخلها وانا بدخل لها بدنا ندخل انتجر ونقول له سي اوت زي هذا اطبع لي انتر تو نمبر
اوكي انت في تو نمبرز هاي دخلني رقمين وهذه طريقه ونلاحظ هاي النقطتين اللي هون النقطتين هذول جزء من الطباعه تطلعهم وبعدين هذا السيماي كورن بتوقف عنده هون وهذا كوتيشن هذا اللي داخل الكوتيشن بينطبع زي ما هو اللي هو زي هيك لما تعمل الاوت السي اوت بعد ما تلاقي الرقم بقول له largest of the two numbers is وبحط له اللي طلعته بعدين شو بتسوي ام دخل لي الاي ودخل لي البي اي لغه السي بلس بلس لغه الجافا بتكون مكتوبه بشيء ثاني بقول لي مثلا ان او بنقطتين اي كوما بي بايثون انبوت والبايثون انبوت كل لغه بتشوف انه شو كيفيه ادخال المعلومه بجيب لك هذا السي ام او السي اوت هذاك ام او اوت هذاك انتر او ريد مثلا في منهم اللغات زي فورتر بقول لك ريد اقرا من برا لما دخلتهم هذول هذا الانستركشن هذا الكمبيوتر انستركشن هذا الانستركشن اف اي اف اي اكبر من بي هذا اللي هو بشكل هذا هاي بنسميه احنا السنتكس سنتكس القواعد مشان الكمبيوتر يفهم يترجمها بده القاعده تكون هيك اذا بدك اف لازم تفتح قوس وتحط داخل القوس الاكسبرشن اللي بدك اياه ايوه لازم يطلع هيك اذا بتحطه اف زي ما عملت انا اف اكبر من بي فماش ايوه ايوه هو بضل يدور على هاي ما لقى بعد الاف فتحه البوست بعطيك ايرور هذا حسب القواعد وبفتح البراكتس هون مشان اقول لك ان اف اي اكبر من بي متعلقه بهذا فبتحط له هذول بين القوسين لارجست اف اي اكبر من بي لارجست يساوي اي ايلس اذا مش صحيحه هاي بتكون largest equal b طبعا هذه اذا بتيجي انت بتدقق فيها بتقول لي لا مش مضبوط هو يمكن تكون يساوي طب واذا a تساوي b مع مين بتروح؟ بتروح مع هاي مع b اذا a مش اكبر من b بتكون a يا اما تساويها يا اما اقل منها فبتيجي b هي اكبر او يساوي اذا بدك اياها ثلاثي ارس مثلا انه في A أكبر من B واحد بعدين في A يكون B بعدين الثالث بصير في A يكون B نقول له A and B are the same طبعا إذا أقل بتغير هذا مش الواحد يكون دقيق بعض الشغلات اللي بنتبه لها الواحد أثناء البروجرام افترض إنه بعد شوي مثلا طلع A and B وكانت B تساوي صفر وكان بده يعمل عملية قسم بده يعمل بشيء مثلا تقسيم بي او ديفيد اي او على بي مثلا هون بنديم او بلاش هون ان نسميها يكوالز اي اوفر بي افترض انه اذا كان اي اكبر من بي بدل ما اقول له اللارجست يساوي اي بقول له ال قسم لي A على B واطبع لي الريزولت. بس إذا B صفر بيكون في ايرور يكنت. يعني هذه من الأشياء اللي هي بده الواحد يلاحظها أثناء كتابة الكود إذا في عندي بالمقام أي شيء يمكن أن يكون زيرو بدك ما تعمل العملية لأنه هاي العملية الكومبايلر بمشيها. هذا لوجيكال ايرور أيوه. لوجيكال ايرور الاكسكيوشن ما بيضل بس انت بدك تنتبه بهذا الموضوع لما الواحد يكتب الكود السنتاكس شيء يعني مثلا هون اذا ما حط هذا بضل مكمل بطلع الكومبايلر بطلع لك وبحط لك هون سهم عليها انه هون المحل في ايرور فعليا السهم تبعه بيكون هون او هون يمكن نحط لك اياه هون كل شيء قبل هذا في ايرور يعني هون ظل ماشي ما لقى السمايكولن
لقى اول شيء السي حط لك انه هذا الهامش متوقعها متوقع الشيء الثاني فبحط السهم هون بقول لك ارجع دور ترجع انت بتشوف الديباجينج انه هون الناس السماي يكبرون هذه من اكثر الاخطاء الشائعه في البرنامج. السلام عليكم. السلام عندي موعد. جاي بس يقول لي عندك موعد؟ بس لسه ما تنزل علامات. العلامات تنزل ب تعرف شارع ابو راشد؟ نزلت؟ هناك عند الرشدان في محل هناك. روحوا التاكسي في البوكس هناك حطوا فيه العلامات. الخدمات. الساعة الجمال الجاي يكون اسئلة؟ طبعا يكون اسئلة، كله في اسئلة. اتباع. الله يسلمك. وين موعدك؟ انا بدور. بصرف ركتين. موعد طبي؟ شو بتصرف؟ ركتين للحب. دواء؟ طيب بعد المحاضرة. مو من واحد للثلاث. بس من واحد للثلاث. الله يجازيك. يعطيك العافية. نسيت اسوي الباك شو عملت؟ انا بس قلت لك علامات. الانترابشن تاعك. شو رايك؟ تاخذ دم؟ هيك؟ انا شفت انه الدكتور تحلب لك بيقسم عليك على بعض. كتبنا البرنامج نيجي بعدين قبل ما اسلمه للزبون اللي طالبه بالعاده ما بكتبش برامج لاني بحب اكتب برامج بعد شوي بنتعلم الاساس بنكتب برامج مشان نتعلم بس بعد شوي لما نتخرج بصير نكتب برامج مشان نكبر مشان نكبر الفلوس عليه بدنا نعيش من وراها شيء بدنا نعيش من وراها يعني في زبون بده البرنامج منه فانا مش حاول كتابه برامج بس مشان اكتب برامج هاي عملناها من الجامعه قبل ما اسلم البرنامج للزبون بدي شغلتين دوكيومنتيشن والتستنج دوكيومنتيشن بدي يعرف شو عملتها بدي يعرف الخوارزميه اللي استعملتها بدي يعرف كيف استعمل البرنامج خاصه اذا برنامج زي اوبر مثلا او زي تبع طلبات بدي اتعلم عليه بدي يعرف كيف يجيب زبون وكيف يعمل دعايات له هذا بدي يعرف شو واقع البرنامج بدي اعطيه دوكيومنتيشن يوزر مانو كيف يستعمل البرنامج لما تعمل البروجكت بعد السنة الثالثة أو في آخر السنة الرابعة آخر سنة تعمل البروجكت واحد من المتطلبات الأساسية documentation اللي هي تصف البرنامج تعمل البروبلم ستيتمنت تكتب الريكوايرمنت وتكتب أنت الخوارزميات اللي استعملتها وتعمل يوزر مانوال مشان اليوزر كيف يستعمل هذا ضروري والتستنج أنت بدك تعمل تستنج للبرنامج يعني مثلا زي ما حكيت أنا قبل شوي لو كان في عندي إشي ديف مش بضرورة يكون غلط بدي أعمل تيست هل المقام تبعي هون يمكن أن يكون يساوي صفر بعمل تيست all possible cases لا بلقيت ولا أي حاجة معناته أي الله إذا بيعمل بروح بحط قدامه شغلة if هذا المقام يساوي zero بالتالي skip this ما تعمليها بس احيانا حتى هذا صعب لان هون بالمقام يمكن يكون انت عندك معادله عندك مثلا اللي هي divide by x و x قبليها تساوي مثلا شغله e to the power a multiplied by v to the power b كلها divide by مثلا x تربيع ناقص y تربيع مثلا معادلة كبيرة. إمتى هاي تساوي زيرو بعرفش. هذه بتعتمد على A وتعتمد على B وتعتمد على التربيع وتعتمد على شغلات. فأنت ما تقدر تعمل له تيست إلا تأخذ الـ all possible values للـ A والـ all possible للـ B والـ all possible للـ X والـ Y وتسويهم في معادلة تحسبهم وتشوف إنه هل هذا يمكن يحصل ولا لا يمكن يحصل. إذا يمكن يحصل بتكون أنت في مشكلة كبيرة. ممكن يحصل ويقول ولكن نسبة حصوله ضئيلة جدا يعني من كل مليون كومبيوتيشن ده تحصل مرة وانت بتسكر عليه وتمشي بالتست وفي ناس كتير بيعملوا هو هيك لما تكون القضية زي هيك معقدة يقول لك يعني شو احتمالية انه يصير هذا الكلام قليلة جدا مشي اذا صارت تعال حاسب اللي بعده وين بتحصل هاي؟ بتحصل احيانا في اللحظة لحظات حرجة مثلا قبل فترة كان بالبرامج اللي بتعمل كنترول
للطيارات اللي بالجو مشان تنزل الطياره وتاخر نزولها ومين يطلع بالاول، كل هذا خوارزميات معقده جدا. فالون اوف ذا ايشوز في البرامج تبعتهم كان في ديف باي زيرو، اسمه ديف زيرو يعني ديفايد باي زيرو، فحصلت هاي بواحد من المليون مره حصلت، فكراشت البرنامج. برنامج شغال، برنامج كبير طويل عريض يعني مشغل عليه سيرفرات ومطار، اكبر مطار في امريكا في لوس انجلوس في امريكا. فالطيار هو انه كل الطيارات اللي بالجو تظل بالجو تروح تدبر حالها، واللي على الارض تظل على الارض لمده حوالي 4 ساعات، لانه البرنامج كراش وعبين ما يعملوا انفستيجيشن عليه وتستنى مره ثانيه صحيحه وبكون راح وقتها. هذا الكيسز يعني ديف باي زيرو از ريسبونسبل لاكثر القضايا المعقده يعني قضايا الموت في المستشفيات. الجهاز مشغلك على خاصه مرضى القلب والغسيل الكلام، مشغلك على اجهزه بتقيس الضغط، تقيس الحراره، تقيس الدم، الموت تبع الدم، تقيس كل الشغلات وترفع وتنزل الادويه. الجهاز اثناء الشغل مر ب فانز طلع المقام زيرو، يعني بين قيم الضغط، قيم الحرارة، قيم حركة نبض القلب، الفوت بعد الدم، كله في معادلات عشان يزيد ولا ينقص لك المادة اللي بدأت تعالجها. هذا في لحظة معينة المعادلة، واحد من المعادلات فيها ديفيجن باي اكس، واكس ضمن المعادلات كلها صارت زيرو. شو صار بالمريض؟ ودع أقول لك الجهاز في مرفأ مش مفر بالجهاز. طبعاً مستشفيات التنكر ومنطقية، هذا ما حد يعرف فيه. معرف صديقي أخوه توفى في مستشفى الجامعة الأردنية، وكان المشكلة تبعته من الجهاز دايد، مات الجهاز فمات الرجل، وكانت البروغرام تبعه بعد الانفستيجيشن كان ديفيجن باي زيرو. هاي مثلاً من الأشياء التستنج اللي صعب تستنج. ففي ناس بتقول لك عملنا تيست، اذا انت بتشتغل يوم من الايام عند زبون كبير مثلا فرضا سلاح الجو، سلاح هام جدا او سلاح الصواريخ او مستشفيات، وحدا بده يجيب لك برنامج بقول له عملنا تيست، اول شغله انا بسالها، اول شغله كنت اسالها لما كنت اشتغل بالصناعه وبعض الناس، انه هل عملت all possible cases division by zero؟ يقول لي مثلا عملنا 1 اور تيست، يقول له بس انت ايش عن كم ساعه؟ هل تبعت الكيسز لاي شيء في المقامات؟ مثلا البرنامج طويل في حوالي 10,000 صفحه وفي قسم كثير، هل كل المقسوم عليه هذا لقيت اول باسبل كيسز انه لا يمكن تصير زيرو؟ او اذا كان صار زيرو تمنع المعادله انها تمشي، على الاقل تعمل سموث كلوزر للبرنامج، يسموها بطلع من البرنامج اذا صارت الحاله هاي اي سبوت، ولكن سموث حولوا لنظام اخر لشيء ثاني، بقول للعالم خذ المريض وديه على محل اخر الى اخره، لازم في سموث او تعطيني ورق. طبعا الايرورز اللي بندور عليها بالتستنج زي ما حكينا السنتكس مثلا هاي مش موجوده، او الاف حاطه A أكبر من B وعامل هيك ناسي هاي، أو حاط هاي وناسي هاي، أو مش حاطهم بالمرة، هذول بتعود على لغة ثانية وجيت على السي بلس بلس قال لي لا عم بعمل شيء، هاي بدي أحطها بين قوسين، هاي سنتكس ايرورز. في الران تايم ايرورز زي ديف باي زيرو مثلا، أو ران تايم ايرورز، يعني هذه معلومة يعني قليل الناس تنتبه لها، اللي بيسموها الاوفر فلو. انت طلع عندك رقم، افترض انك تحسب حساب انت باللاب مختبر فيزياء، وفيزياء بيستخدم الارقام اللي هي زي في بوينتس بس ارقام ضخمه جدا، بس هو بيحل المشكله انه رقم فرضا بحطه مثلا 5.1 ضرب 10 بقوه 15، عشان كيف فرض حطوا الرقم؟ هذا حطوا الرقم زي هيك، وهي 5.1
بالباينري طبعاً ترجموها لباينري، وبعدين ال 15 هون هاي خلينا نحط الباينري اللي هي 1 1 0 0، هاي شو 12 هاي 1 1 1. طبعا لانه هذا طويل بيفترض انه هذا بيستوعب 20 خانة، بيطلع 0 0 0 0 1 1 1 1 5 بيساوي. بس ما بتوقع حدا هذا طبعا الارقام اللي احنا بنتعامل فيها، بس انت يمكن بالارقام الفيزيائية العالية جدا يطلع عندك الرقم 5 1 3 3 3 3 1 5، في كل ضرب 10 بالقوة مثلا قديش بدي احطها بالقوة 2 مليون، شيء فلك بقول لك ارقام. شو انا ارقام فلكية؟ ارقام يعني تتخيلهاش قديش، بس موجود بالحسابات. افترض انه قاعد يحسب قديش المجرة، هاي المجرات اللي بالكون تعمل حركات متوازنة ومتناسقة وبعكس عقارب الساعة مع عقارب الساعة. عندك انت شيء 100 مليون نجمة، او عندك 100 مليون مجرة، ومجرة فيها حوالي 100 مليون نجمة، يعني هو ممكن. فهو لما اجى بده يحول هذا المليون بده 20 صفر، بده يعني 1 2 4 8 16 32 64 256 512 1000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هذا ألف، مشان يصير مليون بدك كمان على فرق قد مشان 2 مليون بدك تحط الرقم هون، هذا الرقم ما بيساوي. فالعمليات الحسابية اللي بدك تحسب فيها انت، زي لو نجيب لك مثال السيارات، حدا بده يعمل الكواكب منذ شيء 1000 سنة ولقدام كمان لشيء 1000 سنة لقدام، مجموع الحركات بدك تشوف الحركات مشان تأثر على المناخ وتأثر على الأرض والمي بتروح وتقوم القيامة وتقوم مش القيامة، كل هذا بسبب رح يطلع عندك هون رقم بيساعش. هذا الريجستر بيساعش الرقم، يعني رح يطلع عندك هون 0 20 و2، هاي وين تروح؟ بلاش محل، بلاش محل. شو صار رقم عندك 5.1 × 10⁻⁴؟ يعني الرقم كله هذا تحول ل 5 أو 5.333 × 10⁻⁴، هاي تساوي 1، بدل ما يكون 10⁻⁴ مليون أو مليونين، لأنه الجسر ما وصل. هذا بسموه run time errors. It's not logic error. مش لوجيك، هذا run time لأنه في رقم معين ما وصل الريجستر تبعي، عند الريجسترات القد يعني مليانة بس ما وصل. وين يروح الرقم الزيادة؟ يبقى في برا، طلعت في برا معناها أنا واجهك إيرور، واجهك إيرور. أنا بدل ما أقول له إف أكتف A أكبر من B، روح تعكسها، أنا حاطة A أقل من B، الريزلت كله تبعي وقلت إيرور ما صار كلها مجرد الريزلت تبعي. فبالتالي هذا واجهك إيرورز. الديبجر طبعا اللي هو بيدور على الشبات، يعني هو بسموه ديبجر. والكومنتس مشان الدوكيومنتيشن في داخل البروجرام، في تو تايبس اوف دوكيومنتيشن، واحد تايب اوف دوكيومنتيشن داخل البروجرام، يعني زي هاي مثلا اف اي اكبر من بي، بقول له هيك فايند ذا لارجر نمبر، هاي كومنت يعني. انا بقول له لاقي لي البروجرام. وعند البرنت اللي هي السي اوت بحط له كومنت، كمان كومنت إلى أشكال مختلفة حسب اللغة. هذا الكومنت بقول له اطبع print the larger. فأنا كقارئ للكود وبقرأ الكود بعرف إنه هاي بدي ألاقي الأكبر، هاي بدي أطبع. طبعاً إذا بقدر أحط كومنت على كل statement أو كل block من statements، أنا بكون documentation تبعي perfect ممتاز، بكون مليان. طبعاً هذا الكومنت they will not be executed. يعني بس الكومبايلر بشوف
ونعرف ان الكومنت سبورت مش لإلي كومبايلر مو لسيل منه كومبايلر بيشتغل بهاي هذه مشاهد انا اعرف شو البرنامج بيعمل هذا الدوكيومنتيشن اللي داخل البرنامج الدوكيومنتيشن الخارجي الدوكيومنت اللي انت بتعمل وثيقه وتقدمها مع البرنامج اللي فيها كيف اشتغلت البرنامج شو الالغوريثمز اللي اشتغلت شو الستراكشر تبع البرنامج شو هم الانبوتس والديتا اللي بيلزمك من برا شو اللي بدك انت تطلع وتقدمه للزبون هذا كله دوكيومنتيشن خارجي هل الريكوايرمنتس اللي انت طلبتها مني المتطلبات اللي دخلتها في البرنامج او لا كل هذا بدخل بالدوكيومنتيشن وانت راح تاخذ طبعا الكورس اسمه ريكوايرمنتس بروجرام ريكوايرمنتس كل هذا عباره عن حكي دوكيومنتيشن بس مهم جدا وضروري للمشروع ايش بعد بدي طبعا البروجرام ستراكشر بدك في سيكونس اشياء ورا بعض وفي برانشز وفي كمان ريبيتيشن يعني مثلا هذا سيكونس سيكونس يعني متتالي خلص الوقت قد ايش صار في ساعه 21 طيب مضطر تطلع انت مضطر تطلعي خليك معي مشان بس اكمل هاي احولها للفيديو هذا السيكونس اللي هو البرنامج المتسلسل يعني input A input B print A print B ما فيش في branches ما في اللي هي ما في selection ثاني ممكن يكون في زي ما عملنا هذا في selection من هون لهون sequence متتالي ومن هون لهون هذا branch أو selection هذا instructor ثالث اللي هو الأخير في إيش اسمه repetition بدي أعيد الكرة اللي هي نسميها بالبروغرام languages loops loop يعني تدخل أنت في دوامة في دوامة باجي وانا read n first يقول لك أعطيني n بدي عدد المرات اللي بدي ألفها وبلش لي ب c تساوي 1 حط ال L مثلاً في عندك إيش اسمه L equal first تعمل read next بقرأ اللي هي هون read next اللي هي read next المفروض إنه عم بقرأ أنا ال L بقرأ ال L بقول له إذا ال L أكبر من next next اللي هي أول مرة كانت next تساوي 1 بعدين L افترض إنه قرأت عملية هذه اللي عملته ال L 2 إذا أكبر من next فأجي بقول له 1 إذا C وصلت ل M في رقم C No ربع منه C C plus 1 مزيده كان 1 صار 2 فأجي بقرأ اللي بعده اللي بعده بقرأ رقم معين فقرأت أسئلة مثلا 4 رقم 4 أكبر من next next اللي هو 2 إذا 4 أكبر من 2 يس باجي هون بقول له زيد لي كمان السي لا تساوي ان عمل لي هون صار 3 وكمل انصحه اذا بقول له خلصوا هذا بسموه لوب في كثير من الاحيان بروح اقول له انا في شيء فور variable اي تساوي 1 تو 10 عمل لي هيك اجمع لي اي تساوي A زائد B وهون بالبداية كانت عندي A تساوي 1 مثلاً وB أعطيني أي شيء ثاني لبي طبعاً عمره هذه ما بعملها 10 مرات بس كل مرة بعمل A تساوي A زائد B مرة واحد بعدين زائد B بعدين بقول له فرضاً B تساوي B بلس بلس يعني زيد ال B كانت 2 صارت 3 برجع مرة ثانية 1 زائد 3 4 بعدين 1 إلى 10 مرات هذه لوب يسموه هذا اللي هو الريبيتيشن وفي أشكال مختلفة من اللوبس هذا نهاية البرنامج اللي حول هذا